بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 99. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن عناية الإسلام بأموال القصار من اليتامى والمجانين والسفهاء، لما كان هؤلاء لا يستطيعون حفظ أموالهم وتصريفها بما ينميها لهم، أقام الله عليهم أولياء ينوبون عنهم في ذلك وينظرون في مصالحهم، وأعطى هؤلاء الأولياء توجيهات يسيرون عليها حال ولايتهم على هؤلاء الضعاف، فنهى سبحانه الأولياء عن إعطاء القصار أموالهم وتمكينهم منها لئلا يفسدوها أو يضيعوها. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. قال: ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء. انتهى كلامه. وكما نهى الله سبحانه عن تمكين هؤلاء القصار من أموالهم وجعلها تحت ولاية أهل النظر والإصلاح، فإنه سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء الأولياء من التصرف فيها إلا بما يصلحها وينميها، فيقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه غبطة ومصلحة لليتيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله تعالى قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. ومن هنا تدرك مدى اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وتورعهم عن أموال اليتامى. ومن الإحسان في أموال اليتامى إشغالها في الاتجار طلبا للربح والنمو، فلوليه أن يتجر به هو، وله أن يدفعه لمن يتجر به مضاربة، لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال أخيها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. كما أن ولي اليتيم ينفق عليه من ماله بالمعروف ولا يقتر عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع الإهانة عنه، فجبر قلبه من أعظم مصالحه. انتهى. ولولي اليتيم شراء الأضحية له من ماله إذا كان اليتيم موسرا، لأنه يوم فرح وسرور. ولوليه أيضا تعليمه بالأجرة، ولوليه أيضا تعليم اليتيم بالأجرة من ماله، لأن ذلك من مصالحه. وإذا كان ولي اليتيم فقيرا فله أن يأكل من مال اليتيم قدر أجرته لقاء ما يقدمه من خدمة لماله. قال الله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي ومن كان محتاجا إلى النفقة وهو يحفظ مال اليتيم ويتعاهده فليأكل منه بالمعروف. قال الإمام ابن كثير:
نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم، ومن كان غنياً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، أي بقدر قيامه عليه. قال الفقهاء رحمهم الله: لولي اليتيم أن يأكل أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته. وروي أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيماً عنده مال وليس لي مال، آكل منه؟ قال: كل بالمعروف غير مسرف. أما ما زاد عن هذا الحد الذي رخص الله فيه فلا يجوز أكله من مال اليتيم. لا يجوز لولي اليتيم أن يتوسع في الأكل منه، قد توعد الله عليه بأشد الوعيد. قال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم إنه سبحانه أمر بدفع أموال اليتامى إليهم عندما يزول عنهم اليتم ويتأهلون للتصرف فيها على السداد موفرة كاملة. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. وقال تعالى: فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة. أيها المستمعون الكرام، من هذا كله ندرك مدى اهتمام الإسلام بشأن القصار، وهذا جانب من جوانب كمال الإسلام واشتماله على مصالح البشر وصلاحيته لكل زمان ومكان ورعايته للضعفة والمحتاجين، كما ندرك أيضاً ما يجب على الأقوياء نحو الضعفاء، وما يجب على ذوي القرابة لقراباتهم، كما ندرك ما هو أهم من ذلك، وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى وخشيته في كل حال، وأنه تعالى مطلع على تصرفات الأمناء والأولياء نحو من تحت أيديهم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.